السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ مصطفى العدل إن شاء الله. معك أخوك مصطفى، تفضل. إن شاء الله. والله حضرتك كنت عايز أسأل مسألتين بسيطة. تفضل. أنا الحمد لله إمام وخطيب، أحفظ القرآن، أطلع المنابر وأنا في 13 ده من عمري والحمد لله. كنت توقفت عندي مسألة أريد أن أفهم. في موضوع الأرض تحرم أن تأكل جسد الأنبياء، فهل الأرض محرمة أن تأكل أجساد الأنبياء؟ في حديث في هذا الباب ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، كيف تبلغك وقد أرمت، أصبحت رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث الوحيد في هذا الباب، لكن هذا الحديث في سنده مشكلة. المشكلة في هذا السند أنه من طريق راو يقال له عبد الرحمن ابن يزيد. عبد الرحمن ابن يزيد هذا فيه اثنان اسمهم عبد الرحمن ابن يزيد. عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر ثقة، وقد جاء منصوصا في بعض الطرق هكذا منسوبا ابن جابر. وفي عبد الله ابن يزيد ابن تميم مجهول. والإمام البخاري يجنح إلى أن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم ليس ابن جابر، وهذا الجنوح يوافقه عليه أيضا أبو حاتم الرازي إمام العلل في زمانه أيضا مع عدد من العلماء. وأبرزوا حجتهم في هذا الباب من أن الراوي عنه مختص به مختص به، فلذلك جنحوا إلى هذا. وفي الحقيقة من ناحية العلل الحديثية أجنحوا في هذا الباب إلى رأي الإمام البخاري لما أبرزه من علة. ثم عندنا عمومات أخرى تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، فيجري عليه ما يجري على سائر البشر إلا ما استثني بالدليل، إلا ما استثني بالدليل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى، كل أجزاء ابن آدم تبلى، فعمم بكلمة ابن آدم إلا عجب الذنب. فهذا الذي أجنح إليه، وهو أنني أجنح إلى اختيار الإمام البخاري واختيار الإمام أبي حاتم الرازي في هذا الصدد، وبالله التوفيق. ونقول يعني برضو في هذه المسألة والله أعلم طبعا، لأن في سألت رأيت شخصا بعد وفاته بسنتين فتحنا قبره عشان ندفن معه شخصا آخر يعني، فوجدنا الجسد كما هو يعني. أيوه عفوا، في هذا وارد، مش في حق الرسل فقط. فسألنا بعض المشايخ قال إنها كرامات. لا لا لا, لا. في واحد ساحر يعني، في واحد ساحر في قرية مجاورة لنا، ساحر يسحر، مات وبعد 4 سنوات وجدوا الجسد كما هي. فبعض العلماء المختصين بالطب يقولون هناك أسباب كثيرة للبقاء بقاء الجثة، في هناك أسباب يعني. وهذا الشخص الذي رأيناه بعينينا أنه جسد كما هو، أنا أقول لك يا أخي يكون جسد لو في أهل الخير يعني. الفراعنة مش موجودين للآن، تحنيط. طيب، السلام عليكم.